يا مساء الخير، يا مساء الطاقة والشباب، على حضراتكم في حلقة جديدة وبرنامجكم شباب حكاية. احنا برنامج شباب، واهم عندنا طبعا الشباب، ودايما بنهتم باختراعاتهم، وبنهتم طبعا بمواهبهم، بنهتم كمان بالاكتشافات، ودايما بنبقى حريصين ان لو حد عنده اختراع، حد عنده مواهب، حد عنده اي حاجة عايز يطلعها للناس ونتكلم عنها، احنا برضو بنهتم ولازم نبقى معاكم كده في الاحداث الجارية. بنهتم دايما بصحة الشباب، لما بنعرف ان في حاجة لازم تبقى معانا في البرنامج، ولو تقرير ولو بخبر صغير. يعني صحة الشباب هم دول أساس المجتمع، هم دول الجيل القادم. يعني لما كمان نسمع دلوقتي عن الموضة اللي بين الشباب، وهي السجائر الإلكترونية، دلوقتي بقينا نشوف ان الموضة ان الشاب يبقى قاعد السيجارة الإلكترونية معاه، حاجة يقولك لا ده دي ضررها أخف بكتير من ضرر السجائر العادية. وبنسمع حاجات كتير قوي الشباب يقنعوا بيها نفسهم ان هم دي حاجة أخف، دي ملهاش أمراض، دي سمومها أقل، دي النيكوتين فيها معرفش نسبته قليلة. عفوا، بنسمع حاجات كتير قوي عن السجائر الإلكترونية، مش بس يعني احنا، يعني الشباب بقى ظاهر فيها نسبة كبيرة قوي فعلا اتجهت لي السجائر الإلكترونية. في ظل الأحداث دي، في مؤسسة مصر عقدت يوم 29 فبراير عقدت مؤتمر منتدى علشان نتكلم أكتر عن السموم اللي موجودة في السجائر الإلكترونية. الحاجات دي خطر يا جماعة، الحاجات دي فعلا يعني أنت بتضر نفسك وبتضر صحتك، والأوهام اللي احنا عايشين فيها أن هي السجائر الإلكترونية دي حاجة بسيطة وخفيفة، لا هي مش كده خالص، هي مش كده خالص. احنا هنقول الخبر بخصوص السجائر الإلكترونية، أني مؤسسة مصر عقدت بالتعاون طبعا مع برنامج صحة الشباب والجمعية المصرية لمكافحة الأمراض الغير معدية، اللقاء كان يوم 29 فبراير تحت اسم معا لتهيئة بيئة صحية صديقة لصحة الشباب والفتيات. طبعا ده حضر العديد من خبراء الصحة، من الأطباء، الصيادلة والباحثين، وممثلي كمان المعامل المركزية، والناشطين كمان في مجال مكافحة التبغ. وده طبعا عرضوا النتائج الكبيرة الخاصة بالسجائر الإلكترونية والسوائل كمان اللي في السجائر الإلكترونية، علشان كمان يعرفوا محتويات والنكهات. النكهات دي كمان زي الصور اللي احنا شايفينها من المنتدى، النكهات دي قصة تانية خالص. احنا بنسمع نكهة السجائر معرفش بإيه وإيه وإيه، ده كله ده برضو الشباب في اعتقادوا ان دي حاجة يعني خفيفة ملهاش أي ضرر، زي الصور اللي واضحة معنا دي صور من المنتدى. نرجع تاني ان السجائر كمان ليها نكهات، احنا بنسمع نكهات معرفش نكهة ايه ونكهة ايه، ودي حاجات خفيفة ودي حاجات ملهاش أي ضرر. وبنسمع بقى كمان حاجات سيئة جدا بين الشباب والفتيات كمان، يعني هي مش بس قصة شباب، لا احنا بنشوف كمان دلوقتي ان في فتيات للأسف منتشرين جدا بالسجائر الإلكترونية، وهي نعتبرها موضة. يعني هم حاطين في دماغهم ان دي موضة العصر، يعني دي حاجة كده احنا شباب حديث مودرن فاشن كده زي ما بيقولوا، فدي حاجة مش خطر يعني. تمام، نكمل الخبر. وتم القيام بالفحوصات من خلال اتفاق تعاون بين برنامج صحة الشباب التابع لمؤسسة بلان والمؤسسة وجمعية مكافحة الأمراض غير المعدية، ومركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره طبعا بجامعة عين شمس كلية صيدلة، بهدف دعم صحة شباب وفتيات مصر. عرضوا طبعا النتائج اللي بتؤكد ان كل السوائل اللي موجودة في السجائر الإلكترونية تحتوي على نيكوتين. النيكوتين طبعا بأضراره اللي احنا طبعا كلنا عارفينها، اللي بتأثر على الجهاز العصبي والدورة الدموية. وعلشان نستفسر أكتر عن المنتدى، معنا مداخلة تليفونية من دكتور وائل صفوت، رئيس منتدى الصحة النفسية المتكاملة واللي هنتكلم فيها أكتر ونستفسر عن هذا المنتدى. ألو يا دكتور، مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، ودايما مبسوط ان انا ابقى معاكم ونوصل صوتنا لكل الناس ان شاء الله المتابعين. اهلا بحضرتك يا دكتور، عايزين نعرف من حضرتك اكتر الهدف من المنتدى. تمام، هو احنا عملنا حاجتين ورا بعض. يوم السبت اللي فات كان منتدى الصحه النفسيه التكامليه، منظمه الصحه العالميه كانت معانا، اللجنه المجمعيه النفسيه التابعه للكنيسه، صندوق الادمان،
الناس مشاركين من الدول العربية ومن قطر والسعودية وكيانات كتيرة حتى وزارة التعليم. كنا بنتكلم على الصحة النفسية وتأثيرها على الشباب وطبعا المشاكل اللي بيعانوا منها والمراهقين وازاي يبقى لنا دور. حوالي 160 او 170 مشارك من الكوتشز والناس اللي بيعالجوا. وطبعا كما خرجنا التوصيات الخميس اللي فات اللي هو اول امبارح عملنا برضو نشاط خاص بالسجائر الالكترونية. عملنا لاول مرة في مصر فحص لمحتوى هذه المنتجات لان احنا دايما لما بنتكلم على منتجات الفيب والسوائل بتاعتها بنعتمد على دراسات من بره وبننادي انها تقنن بمعنى ان تتفحص ويعرف ايه محتواها لان كتير من الناس وكتير المتشغلين في الموضوع بيعملوها بدون ضابط ولا رابط مجرد بس بيتحل حاجات بسيطة انما المنتجات اللي موجودة وحتى المهربة ممكن تنزل وطلع فعلا في سموم غريبة ورهيبة بنحذر منها الشباب بالتحديد لان للأسف هم اكتر فئة مستهدفة ومبسوطة لان الفيب ده او السجائر الالكترونيه فيها حاجات بالتوت وحاجات بالتشيز كيك وحاجات حاجات بالمانجا يعني حاجات كتيره قوي بتخلي الناس مرتبطه بيها قوي وبالذات الشباب وطبعا فاشن يعني والستات طبعا بقى السيدات والشباب مرتبطين بالفاشن ده بشكل كبير يعني اكيد. دكتور وائل خليني اقف عند حته النكهات بقى الفليفرز اللي احنا بنسمعها من الشباب دي زي ما حضرتك قلت نكهه الكيوي والمانجا والحاجات اللي بنسمعها يمكن هم اعتقدهم ان دي حاجه بسيطه مش بتضر قوي يعني وبيبقى النيكوتين فيها مش بنسبه كبيره ان هي تضرني زي السجاير العاديه. تمام. هو على فكره في الفيب او السوائل نوع اسمه سولت نيكوتين ده محتوى النيكوتين بتاعه بمقام 3 علب تقريبا سجاير او حجرين وثلاثه شيشه. طبعا زي ما حضرتك بتقولي بقى الزيوت العطريه المفروض انها زيوت هي والجلايكول والجلسرين بتتحط في الاكل بتدي نكهه للاكل وبتنزل على معدتنا والمعده بتهضمها انما كونها تتسخن او تتحرق طلع منها حاجات بتلزق على الشعب الهوائيه بتعمل التهاب مزمن غريب ما كناش بنشوفه في السجاير. وزي ما حضرتك بتقولي كده في بعض الناس بتفتكر او بتحس انها افضل شويه في النفس بتاعها لان ما فيهاش اول شيء كربون وما فيش فيها مواد ما كانت موجوده بكثره في التدخين والورق اللي بيتلف فيه السجاير والفلتر. انما دلوقتي بقى الزيوت دي مع السخان مع قدره السخان ده بيسخن الزيوت احنا كده بندخل على جسمنا حاجات بتلزق وطبعا بتخش على الدوره الدمويه وبتعمل مشاكل في الجهاز التناسلي عند الرجل والمراه وبرده بتغير الجينات يبقى الشخص عنده قابليه ان هو يبقى عنده سرطانات بصفه عامه مش سرطان الرئه زي ما كنا بنشوف في السجاير. وبالتاكيد دراسات اتقالت فعلا ان بيبقى في ضعف الانتصاب عند الرجل بشكل كبير. واضح طبعا ان هي المعادن اللي موجوده والزيوت اللي بتلزق دي ليها طبعا دور على الدوره الدمويه فبجد خطيره. وطبعا احنا مش بنقول السجاير اقل ضرر او الفيب اقل ضرر او الشيشه اقل ضرر كلهم مصايب. وانا دايما بقول والمنظمه قالت ان هم ضرر من نوع مختلف يعني كل واحده منهم فيها حاجات ما كانتش موجوده في الثانيه زي الفحم مثلا في الشيشه زي الورق في السجاير زي الزيوت والجلايكول والجلسرين اللي موجود في الفيب او التدخين الالكتروني. والزيوت بقى الزيوت على فكره كمان كانت بتخش في الشيشه يعني برضه بعض الناس بتستخدم الشيشه اللي هي التفاحه والفواكه والكلام ده وبتبقى مبسوطه بس برضه فيها ضرر بس طعمها حلو وشكلها لذيذ. ودايما حتى انا في اخر الندوه امبارح او اللقاء اول امبارح اسف حد بيقول لي بس هي طعمها لذيذ قلت له طعمها لذيذ أيوة. وطبعا بتاع السم او اللي بيبيع لك السم لازم يخليه لك طعمه حلو ده السم في العسل يعني حاطين عسل وحاطين فيه شويه سم فنحذر جدا 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 ولا نقول وما نقولش للناس رجعوا للتدخين تاني يعني دايما لما بتكلم على الفيديو يقول لك طب خلاص بقى نرجع للسجاير هو يعني يموت بالسكينه يموت بالمسدس يموت بالسيف يعني كله موت وكله ضرر. تمام. طيب عايز اعرف من حضرتك كده في النهايه النتائج اللي خرجنا بيها من منتدى الصحه النفسيه التكامليه. تمام. هو طبعا المنتدى احنا طلعنا بيه باربع خطط عمل بالتعاون مع الاو دي سي اللي هي الامم المتحده في اماكن الرعايه الصحيه وللتوعيه عن المخدرات وبالذات
في سن الشباب، لانها للاسف مستمره. عاملين مشروع اسمه صحه الشباب، وصحه الشباب ده غرضنا منه ان هو نجيب شباب يبتدوا يتعلموا حاجه اسمها المسعف النفسي، يبقى مسعف نفسي في محيطه وفي منطقته، ويتعلم مهارات القياده، ويتعلم مهارات ازاي يدير مشروعات، وده بدعم من منظمه الصحه العالميه. وهنعمل طبعا المسعف النفسي ده برنامج لوحده كده، هندرب كل الناس الغير متخصصين يبقى عارف ان ابني او بنتي او الطالب اللي عندي في الكليه او في المدرسه او اللي في الحضانه يتعلم مهارات يكتشف بها المرض ويحلها الى المتخصصين، ده بشكل جديد. وطبعا مجلس القومي للمراه كان حاضر، فقررنا او يعني اتفقنا بالخطوط العريضه كده ان احنا نبتدي نشتغل على المراه وتمكين المراه نفسيا واعدادها، لان هي لو المراه اتعمل لها برنامج للاكتشاف والتاهيل وازاي تتعامل مع الاخرين هتفرق قوي في حياه الاسره، يعني السيده او المراه او الاخت حتى او البنت هتفرق قوي في حياه اسرها، هي انفلونسر نقدر نقول داخل الاسره. فدي المشروعات الاساسيه، غير بقى حاجات تدريبيه مع على كبار السن، حاجات مختلفه بصراحه. الواحد كان مبسوط، احنا في اليوم ده كمان كان في نظام مختلف، جبنا فرقه موسيقيه بتعالج او بتقدم العلاج بالموسيقى، وجبنا شباب كورال من ذوي الاحتياجات الخاصه، حاجه جميله ومفرحه. انا اعتقد يعني ان في صور موجودة عند حضراتكم لهذا المنتدى، والصور كله كان فرحان وكله كان مبسوط الحمد لله. ونخرج بقى بأنشطة كثيرة جدا وانتم معانا يا رب ان شاء الله. اكيد احنا مع حضرتك يا دكتور وائل، ويمكن اي حاجة بتخص الشباب وبتخص زي ما قلنا كده في البداية اختراعات مواهب كمان صحتهم النفسية احنا معاهم. وشكرا لحضرتك دكتور وائل صفوت رئيس منتدى الصحة النفسية التكاملية، يعني حاجة مهمة جدا، يعني صحة الشباب هم زي ما قلنا هم أساس المجتمع، هم اللي دايما للأمام وإحنا وراهم. طيب من صحة الشباب لمعرض حلو جدا، معرض ديارنا، يمكن أغلبنا سمع عنه معرض ديارنا. خلينا نقول كده الحرف والصناعات اليدوية، واللي دايما بنفرح وبننبسط كده لما نشوف الصناعات اليدوية الجميلة دي، يمكن دي بناخدها كمان في الدراسة بتاعتنا، وبندرس أهمية الحرف الصناعية والصناعات اليدوية، وإن هي حاجة أساسية جدا لجذب السياح وحاجات اجتماعية واقتصادية، ولازم نهتم بيها. وده كمان دور الدولة إن هي بتهتم بالشباب، بتهتم بابتكاراتهم، بتهتم بالحرف الصناعية البسيطة اللي احنا هنعرضها لحضراتكم في التقرير اللي هيبقى جاهز معانا دلوقتي. وكمان هيبقى معانا إحدى المشاركين في معرض ديارنا، أستاذة سهى السيد صادق وأستاذة رشا عنتر أحمد، لكن استنونا بعد الفاصل. طبعا أحلى هرس هدية دي، أحلى هدية بلوغرز على آخر. لا شفتها في التلفزيون والله العظيم. قالوا زمان على الأصل دور، ولما دورنا لقينا إن الأصل في الصناعات اليدوية، حرفيين بيعملوا بإيديهم فن حقيقي مش مجرد منتجات، وده اللي بيأكده معرض ديارنا كل سنة. فتعال نشوف إيه اللي مختلف السنة دي. بتعملوا فين بقى وعملتوا ايه؟ احنا الاثنين واقفين جنب بعض، انت شايف ان انت بتبيع حاجات عنايات وبتاع، وهو يعني كده احنا عاملين شير فوق. شير اصلا من الاول، من زمان. من زمان احنا بقى لنا بص بنيجي في المعارض بقى لنا بتاع 7 سنين. بنروح معرض ديارنا. ده مش اول مره ديارنا. لا 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 احنا دي المره ممكن تكون السبعه ولا الثامنه، مش فاكر بالظبط الصراحه. بقالنا سنين يعني. انا لو معايا 100 جنيه اشتري من عندك. بص انت لو معاك 100 جنيه اشتري ميداليه، ممكن تشتري ثلاث ميداليات. بالظبط كده. حلو. بس انا مثلا وريني بقى الثلاث ميداليات دول ب 100 جنيه. عشان انا جاي لك ب 100 جنيه. طب انا لو معايا 100 جنيه اشتري من عندك. 100 جنيه. انا معايا 100 جنيه. كتير ممكن تشتري. بس انا اقول لك انا عندي 100 جنيه. اهو ده ب 100 جنيه. ده طبق عيش. ده بامبو بقى. حلو ده. شوف شوف ست الحباب ب 100 جنيه. ده بقى يعني انا كده خدت الاثنين دول ب 100 جنيه. 200 جنيه. 100 جنيه اهو. 200 جنيه. ده عشان اشيل دي الشبشب اديني ست الحبايب. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه اللي اختلف بقى عن السنه اللي فاتت؟ اللي اختلف ديزاينز جديده، ناس جديده. انت اللي عامله اللي انت عامله؟ انا اللي عامله. في
فيش اي حاجه اشتريناها خالص. لا لا حاجات كتير طبعا. فين الحاجات؟ حاجات كتير كتير. فين هي؟ فين الحاجات اللي اشتريناها؟ حضرتك اللي اشتريت ولا انت مضطر ولا ايه اللي حاصل؟ لا انا بحب اجي هنا بس انا مضطر اشتري. انت انا باجي كعادي عشان هوا انما انا مضطر اشتري. انت اضطريت تشتري ايه من جوه؟ لا حاجات كتير طبعا. كل يعني دي بص اللي هي حلوه وطبعا حضرتك دي مش اول سنه تيجي صراحه. تيجي على ايه اللي شايفه مختلف في السنه دي عن السنه اللي لسه ما كانش شايفه؟ انا دي ده تاني يعني انت ما لحقتش تشتري فوجبت دول؟ اه تخيل يعني معرض ديارنا في دورته ال 66 بيأكد على ان الصناعات اليدوية هي الاصل وهتفضل مكملة مهما الدنيا اتطورت. زوروا معرض ديارنا من 23 فبراير ل 9 مارس ودعموا الصناعات اليدوية. معرض ديارنا على الاصل دور. بمناسبة البلوجرز بنصور ونصور جدا. احنا بنعمل ايه بقى؟ يعني كاميرا ده بنعمل ايه؟